على اي حال هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، ومعرض صنع في دمياط حقق مبيعات وصلت ل 100 مليون جنيه، وكان في توافد كبير من الجمهور، عشان كده تقرر افتتاح دوره جديده من المعرض اللي بيشارك فيه عدد كبير من اصحاب مصانع وورش الاثاث بمحافظه دمياط لعرض منتجاتهم باسعار تنافسيه تلبي احتياجات الجمهور. المزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الاستاذ حسام شبكه، مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط، عشان نتعرف منه على كافه التفاصيل المتعلقه بهذا المعرض. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو حضرتك تقول لنا الدوافع اللي ساهمت في اتخاذ قرار افتتاح دوره جديده من المعرض. صباح الخير يا فندم والساده المشاهدين كلهم. هو احنا المفروض ان احنا نهينا سنه 22 الحمد لله معرض صنع في دمياط اربع مراحل عمل حجم مبيعات زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط وصل لحوالي 100 مليون جنيه. ده كان دافع ان احنا نعمل مرحله نفتتح بيها عام 23 ان شاء الله ويبقى عام خير باذن الله على مصر كلها. بالظبط احنا المعرض ده مشترك فيه برضو 74 عرض. بنتكلم في مجموعه من المنتجات الخاصة بصناعة الأساس أو الخاصة بالأساس من كل الأنواع من كل المستويات من كل التشطيبات. فإحنا بنحاول ننقل دمياط للقاهرة يبقى عندنا في صالة جهاز تنمية المشروعات، وأكيد حضرتك شايفة اهتمام القيادة السياسية بتواجد الأستاذ دكتور منال عوض محافظ دمياط الأستاذ باسل الرحمة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لتفقد المعرض يوم الخميس اللي فات أو المرحلة دي يوم الخميس اللي فات. عظيم. أستاذ حسام حضرتك ذكرت إن إحنا عندنا 74 عرض، هل دول نفس العارضين اللي بيجوا كل سنة ولا إحنا حريصين على إن يكون في عارضين جدد؟ عايز أقول لحضرتك إن إحنا آخر لقاء لينا كان يوم 9/12 في افتتاح المرحلة الثالثة من صنع في دمياط 22. كان فيها برضو 74 عرض. بالظبط كده احنا الاختلاف عن ال 74 عرض دول احنا عملنا مرحله ثانيه يوم 22/12 وبعدين مرحله 4/1 بنسبه 50% من العارضين بتتغير. طب يا فندم لو تقول لنا وتعرف الساده المشاهدين ابرز العروض والمميزات اللي هيشملها معرض صنع في دمياط. المعرض ده هم مش عاملين عروض، هم عاملين خصومات، خصومات بتتراوح من 25 ل 35%. عاملين تقسيط لمدة بعض العارضين عاملين تقسيط لمدة سنة بدون فوائد. وبعض العارضين عاملين جوائز هيعملوا سحب على حجم المبيعات اللي عندهم على رحلات عمر. ده عظيم جدا. احنا ازاي بنسوق لهذا المعرض؟ احنا عايزين نعرف الناس ان احنا عاملين معرض للمنتجات الاثاث والمنتجات الخشبيه بشكل عام اللي دمياط بتنتجها واللي مميزه فيها طبعا، يعني اي حد فينا بيعوز يجيب عفش دلوقتي بيروح على دمياط على طول، فاحنا عارفين ان سمعه دمياط معروفه جدا في هذه الصنعه وهذه المهنه، ازاي احنا نقدر نسوق لهذا المعرض؟ طبعا في الاساس دعمكم لينا ده نمره واحد. نمره اثنين احنا بنحاول نعمل اعلانات. معرض صنع في دمياط بقت مواعيده الاساسيه ثابته دلوقتي معروفه. العارضين اللي بيبقوا موجودين واحنا بنتعمد ان يبقى في عارضين موجودين ما يبقاش ال 74 عارض كلهم جداد، لان دول بيبقى لهم خبره بيبقى لهم زبون موجود في القاهره، فده بيجذب رجل تتواجد. الاعلانات اللي بتتعمل سواء اعلانات مموله او بلوجرز او الكلام ده كله عظيم، زائد الافتتاح او التفقد في وجود معالي الوزيره الاستاذ دكتور منال عوض والاستاذ باسل رحمي، ده بيدي او بيضيف على الافتتاح الصيغه الرسميه شويه. طيب يعني اخيرا يا فندم المعرض مستمر لكام يوم، لمده كام يوم؟ ان شاء الله المعرض ينتهي يوم 14/1، وده انا مش عايز اقول بقى احنا يبقى قفلنا 22 او يبقى افتتحنا ان شاء الله على خير 23. اكيد هنتابع مع حضرتك يا فندم. مرحله ناجحه ان شاء الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حسام شبكه مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط.